أنا شرفت في الدورة الأولى لمؤتمر الإبداع، أو نقول المرحلة الأولى، برئاسة لجنة السينما. والحقيقة طلعنا بمجموعة من التوصيات، منها زيادة الدعم غير المسترد وإنشاء صندوق دعم السينما ودعم مشروع السينماتيك ومتحف السينما والشركة القابضة للصناعات الثقافية. الحقيقة كل جدول الأعمال اللي تم تحضيره في أخبار اليوم هو اللي كان وثيقة دخلنا بيها كمبدعين، كلجنة سينما، كنقابة السينمائيين، كغرفة صناعة السينما، إلى اللجنة الوزارية العليا لحل مشكلات الصناعة. والحقيقة دفع من ناحية وزارة الثقافة بعملها بالتعاون مع الجهات الكيانات السينمائية اللي في مصر، وبالتعاون مع أخبار اليوم قدرنا ندفع الأمور دفعة كويسة. وإحنا دلوقتي قدام تحضير لمؤتمر، خطينا في خطوة كويسة في اللجنة الوزارية العليا الثانية برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل والمقرر الأستاذ حلمي النمنة وزير الثقافة، وفي حضور 6 وزراء وعلى رأسهم الوزير أشرف العربي وزير التخطيط اللي دايما واقف معانا في مشاكلنا السينمائية. ووصلنا لمجموعة من الأشياء على أقصاها إنشاء الشركة القابضة وزيادة الدعم من 20 مليون ل 50 مليون دعم غير مسترد، وإنشاء صندوق لدعم السينما، وإعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، وإنشاء مشروع مدينة السينما اللي بيحتوي على جانب تجاري وجانب حفاظ على التراث اقتصادي، وفي حفاظ على التراث، وميكنة التذاكر والضرائب وما إلى ذلك. وكل ده دخل حيز التنفيذ. كان مهم جدا هذا الاجتماع النهاردة عشان نقدر نتشاور مع وزير الثقافة ومع الوزير أشرف العربي إزاي نقدر ندفع في الخطوات التنفيذية لكل هذه المشروعات. صناعة السينما بتعاني من عدد كبير من المشاكل، من ضمنها القرصنة، ومن ضمنها الإنتاج نفسه وتسهيل التصوير في الأماكن المفتوحة أو في الأماكن العامة. ازاي الوزاره تقدر انها تذلل العقبات دي، او ازاي انها تقدر تقدم حلول او تقدم؟ احنا مقدمين الحلول للقرصنه، يعني احنا مش كوزاره ثقافه بس، كمبدعين بشكل عام مقدمين مجموعه كبيره من الحلول، مجموعه كبيره من الافكار لحل كل مشكلات الصناعه. المشكله مش في المشكلات الصناعه ولا في طرق حلها، المشكله في دفع هذا التنفيذ على الارض. يعني احنا بالنسبه للقرصنه قدمنا اكثر من حل، بالنسبه لتسهيلات تصوير الافلام الاجنبيه عملنا مشروع، بالنسبه لصندوق النقد قدمنا مشروع، يعني في حاجات كثيره جدا عملنا مشروعات فيها. لكن كان من المهم ان احنا ننزل ده على الارض، ومؤتمر اخبار اليوم بيساعدنا على كده. الوزاره هتقدر انها تحل قد ايه من الحلول بجانب الشركات؟ اولا لازم اقول حاجه، ان 3/4 او 90% من مشكلات صناعه السينما بره وزاره الثقافه. يعني ما هو لدى وزاره الثقافه واللي تقدر تعمله انتهت منه على فكره، وده بس لازم يتشرح مره بالتفصيل. لكن كل الباقي في وزاره الاستثمار، في وزاره الاقتصاد، في وزاره الماليه، الأبر هند عليه مش وزارة الثقافة. لذلك مؤتمر أخبار اليوم، والحقيقة الصديق الأستاذ ياسر رزق، بيبذلوا مجهود معانا جامد في الدفع مع الوزراء الآخرين في هذا المشروع.